لسه مكملين كلامنا مع ضيوفنا النهارده. قبل ما نتكلم عن الصالون الثقافي، بما ان احنا شفنا دهب دلوقتي، فعايزه اعرف ازاي ممكن تستغلي المبادره اللي انت عاملاها في ان انت يعني تروجي للسياحه مثلا في دهب. هل مثلا ممكن تروحوا مثلا كل الموجودين في اعضاء المبادره مثلا تطلعوا دهب وتصوري ده وتنشري ده، بحيث ان يبقى برضو حاجه يعني تنشر ان عندنا حاجه جميله عندنا هنا في مصر؟ بالفعل انا كنت عملت قبل كده رحله لسانت كاترين بس كانت خارج المبادره. الناس اتحمست جدا الفتره اللي جايه، يعني الفتره اللي فاتت دي كانوا عاملين يتكلموا ان احنا عايزين نروح دهب وعايزين نطلع سانت كاترين تاني. فان شاء الله هيتم تفعيلها من خلال المبادره على راس السنه. يعني انا ده حلمي ان انا هعملها تبقى بدايه جديده كده للمبادره، ان احنا نسافر دهب ونطلع على كاترين. تمام. الصالون الثقافي المفروض انه يعني محمد اتكلم عنه انه هو يعني شارك فيه المشارك فيه. تمام. اوكي. الصالون الثقافي ده قررت اعمله ان هو في الاول ما كانش فكرتي قوي الصالون الثقافي، كان فكرتي ان تبادل معرفه. تمام. ان هو بعد كده حسيت ان الناس حبته فسميته صالون ثقافي مستمر للتحرك. برضو حته بقى فكره ان انا زي ما قلت في الاول ان انا في عندي مجالات مختلفه من اصحابي، فلقيت ان عندي حد بيتكلم في السياسه بس بيتكلم. عدد المشاركين قد ايه اول ما بدات؟ لا هما ما كانش هما يعني ما فيش عدد معين، ان هو مفتوحه. أوكي. هو جروب كبير جدا. المشاركين فيه بيتغيروا، يعني مش كل ايفنت نفس المشاركين على فكره. هما في في حوالي مثلا عدد معين بيبقى مشارك دائم. طب بس الاقسام الاساسيه يعني الصالون الثقافي، الرياضه، ما انا هقول لك، الاعمال الخيريه، اكيد كل حد في دول ليه ليدر معين. لا لا عادي برضو. لا للاسف هو احنا كلنا بنتبادل الادوار. تمام. يعني بمعنى ان الصالون الثقافي كانت بدايته ان انا جماعه انا هجمعكم في الرابع في شارع المعز. الاماكن العشوائيه اللي بتختاريها ولا مكان معين هو اللي على طول بتتقابلوا فيه وبتتكلموا فيه عن الكتب او كتاب معين زي ما انا محمد يعني كده؟ مبدئيا بدات بشارع المعز. لان احنا انا بحب جدا المكان ده، جدا بحب الهاله اللي بتبقى حوالينا في قلب المكان ده. في صور كمان اهي، دي اكيد اللي كانت موجوده في شارع المعز كان صح كده؟ دي ده في مكان اسمه الرابع في قلب شارع المعز. مكان تحفه بجد، ثقافي جدا. لا دي لسه مبادرة تهتم، دي لسه هتكلم عنها. الصالون ده يعني تم بحتة ان انا اعلنت عن اصحابي. انا على فكرة نظمته، انا قلت النهاردة الخميس مثلا انا رايحة بكرة. تمام. ما كانش فيه وقت قبله، ده اول صالون. هو قلت لهم يا جماعة انا عايزة بكرة ان احنا نتجمع ونقعد مع بعض وكل واحد عنده فكرة يطرحها للتاني. انا نفسي ان الناس، ان الشباب تعرف ان في نماذج ناجحة منكم، مش بس في الرياضة، لا في حاجات. اعلنت ولقيت الناس كتير فعلا اقبلت. كان في شباب منهم موجودين، كان في حد بقى بيتكلم في السياسه بس ما كانش بيتكلم في السياسه بقى لا مع او ضد، لان انا ما بحبش المجال ده. كان بيتكلم بطريقه تاريخيه، بطريقه تقصدي التاريخ، تاريخ مصر بشكل تاريخ عام. تاريخ بس بيتكلم فيه بطريقه جميله جدا. كان في حد تاني شق قانوني، يعني كان معايا حد مسؤول قانوني كان بيتكلم في المجال القانوني، حقوقكم ايه، بتتكلموا في ايه، الكلام ده كان كويس جدا. كان في الرياضي كان احمد موجود ومعاه احمد صاحبه كان سافر السودان، ده كان نموذج حلو جدا جدا للشباب. كان في شباب تانية ما شاركوش في اي حاجه بس كانوا منبهرين. انا عجبتني ان هم حابين ان هم يسمعوا. فعلا سمعوا، في منهم شاركوا. كان في فئه تانية بقى، كان في مجموعه تانية بقى، دي مجموعه انا اصلا عضوه معاهم في مبادره اسمها اهتم. انتوا بتدعمي وبتشجعي مبادره اسمها اهتم؟ مبادره اسمها اهتم انا عضوه فيها قبل ما اعمل مبادرتي. تمام. فجالي جزء منهم. حبيت ان هم يطرحوا فكرتهم في قلب الصالون الثقافي عشان يبداوا ينشروا فكره الخير والسعاده، ان هم رسالتهم اسمها يعني، او رسالتنا عشان انا معاهم برضو. اسمها تجار سعاده. بتركز على ايه المبادره؟ هدفنا ان احنا باقل امكانيات، يعني احنا كمجموعه بنجمع من بعض فلوس. تمام. اقل امكانيات نروح مثلا على دار ايتام، احنا هنفطرهم النهارده. ننزل على ناس محتاجه مساعده، بنجمع حاجات بقى، هدوم عندنا، اجهزه من اهالينا. تمام. وننزل نشوف الناس دي عايزه ايه. بنعمل اوقات وجبات كده خفيفه بتتوزع على في الطرق على الناس وهي رايحه البيوت وقت الافطار.
واوقات بنشارك في بعض الحاجات برضو اللي هي مثلا حفلات للاطفال، حاجه لدار مسنين، يعني ده هدف مبادره اهتم. فانا كنت حابه ان هم يكونوا موجودين في الصالون يتكلموا ويقولوا للشباب. واللي عجبني ان في قلب الصالون الثقافي في ناس ما كانتش بتهتم بالرياضه خالص، شاركت مع احمد في كذا ماراثون وانا رحت شاركت معاهم. سودك للقلب. سودك مجدي يعقوب. كانت في ناس ما بتش يعني مش مهتمه قوي بحته المبادرات والمجال التنموي، تمام. شاركت في اهتم وبقت بتسعى وبتدور على صفحتهم وبتدور على الايفنتات اللي جايه. فكانت في حلقه وصل كده جميله ما بين الشباب. طيب هننتقل بقى لحاجه تانية خالص غير الرياضه والصالون الثقافي، الاعمال الخيريه والتطوعيه. عايزه اتكلم بقى عنها، ويعني ايه اللي بالظبط بيتعمل فيها ومين المسؤول عنها وبتتوجه لفين وازاي؟ يعني الاعمال الخيريه والتطوعيه دي من مجال مبادره اهتم، عشان كده انا بقول لك عليها. مش خاصه بمبادره اتحرك؟ لا، هم جزء، هم اعضاء معايا في مبادره اتحرك، احنا اصحاب. اوكي. انا عايزه اقول لك ان احنا ايه، احنا حلقه وصل ما بين بعض، احنا اصحاب. فانا عندي مبادره اهتم، مبادره قصدي اتحرك، تمام، وانا اصحابي عندهم مبادره اهتم. ليه ما نقربش وجهات النظر؟ وليه ما نتعاونش مع بعض؟ فبالفعل تم التعاون مع بعض، انا بشارك معاهم وهم بيشاركوا معايا. يعني الاعمال الخيريه والتطوعيه بيتم التبادل ما بيننا وما بين مبادره اهتم. تمام. طيب في مبادره اهتم توزيع وجبات اللي هي بتعمل في رمضان قبل الفطار، واستضافه اللي بتعمل في دور الايتام، وتوزيع شنط الملابس والطعام. ده كله بيحصل في مبادره اهتم. ايه بقى اهم المناطق المستفيده بالحاجات دي؟ يعني بصي، هو احنا ركزنا في فتره ما الفتره الاخيره دي على مكان في مصر القديمه. ده مكان فعليا قاتل، يعني انا ما عرفتش اجيب الصور بتاعته او نسيت ان انا ابعتها للاسف. ده عشش، هم عايشين في عشش بالفعل، ناس عايشه مش تحت خط الفقر، لا ده هم تحت خالص. فده كان هدفنا بقى، ان احنا نروح لهم ونقول لهم احنا موجودين واحنا جنبكم. يعني في ناس كانت بتتعب علاج، بنجيب علاج نديه للناس اللي تعبانه، تمام. بنجيب وجبات، بنجيب شنط رمضان، في بعض العرايس ساعدنا في تجهيزها، يعني كده. تمام، حاجه كويسه قوي. طيب محمد، عايزه اتكلم اكتر برضو عن يعني مشاركتك في الصالون الثقافي. مثلا بتستعين مثلا بحد تاني مثلا علشان خاطر ما تيجي مثلا تتكلم في جزء من كتاب معين، ولا انت لوحدك اللي بتقوم بكل الدور؟ وزي ما سمية قالت بتقول ان في تبادل في الادوار، فمش شرط انت كل مره اللي يعني تعمل كده. فعلا في حته تبادل الادوار دي، بس هي برضو يعني كل واحد مختص في حاجه، يعني مثلا كل واحد فاهم. انا مثلا بفهم في الادب العربي. انت قلت بتتكلم في الادب. انا بقرا في كل المجالات عموما. فبتجيب يعني كتب عن الادب طبعا، بس ده مش مانع، ما عنديش مانع طبعا ان حد يديني فكره تانية. تمام. انا دي هي بقى اللي قصدها عليه. لكن انا طبعا تخصصي مثلا في الادب العربي، مع ان انا بفهم مثلا في التاريخ واقدر اشرح تاريخ، بس انا ميال جدا للادب عشان الناس تفهم ثقافتها. ممكن مثلا تجيب شخصيه عامه جوه مثلا السيشن او المحاضره مثلا. ده اللي نفسي يحصل بعد كده، عشان الضجه الاعلاميه تتحول. اللي جايه ان شاء الله. تمام كده. وانا على فكره عملت حاجه جميله جدا. ده يعني اكيد هيخلي الموضوع ينتشر اكتر. هو ده اللي انا نفسي فيه، وطبعا استاذه سميه تعمل الكلام ده كله. في حاجه برضو انا يعني في حته تحويله بسيطه جدا عملت ايه؟ طبعا الادب العربي عباره عن اشعار واخبار العرب والكلام ده كله. تمام كده. انا كنت بجيب قصايد، انا على فكره بكتب قصايد، بس انا كنت بجيب قصايد تراثيه. انت كاتب اصلا يعني حاسه ان انت عندك موهبه جدا، موهبه جميله جدا. لا أنا بتكتب روايات تقصد، ولا بتكتب شعر ولا ايه؟ انا بكتب روايه اسمها المجد المسروق دلوقتي. وفي قصه قصيره كده طبعا وريتها لسميه. دي انا ان شاء الله يعني حابب انشرها في مجله باذن الله بدون ذكر الاسامي. بس في حاجه انا عايز اقولها، انا دلوقتي كان بجيب القصايد ديت اللي هي التراثيه ديت، ليا واحد صديقي اسمه عبد الرحمن زومه، ده اصلا مغني صوته جميل جدا على فكره. تمام. انا بديله، ويعتبر ملحن شويه وليه صديق برضه ملحن، بديله القصيده دي يلحنها ويغنيها بطريقه بسيطه جدا عشان الناس تفهم، يعني تقول ان ده شعر فعلا، ده شعر مثلا العصر العباسي مثلا المتنبي ازاي. فانا بجيب الحاجات اللي زي كده يغنيها، زي عبد الرحمن محمد لما كان بيغني حاجات زي كده مثلا كده،
يغنيها، يغني قصيده شعريه عاديه جدا بس على هيئه غناء دلوقتي، وطبعا الناس تسمعها وتعرف ان ده شعر، فبالتالي يعرفهم معاني لغه عربيه كويسه ويفهموا تراثهم كويس. بس دي حاجات كتير. انا بقى في دماغي طبعا كذا حاجه تطورات بس لسه طبعا بفكر فيها يعني. تمام، بس دي حاجات بسيطه جدا ان شاء الله هتبقى كويسه طبعا في المبادره يعني باذن الله. عايزه اعرف برضو السوشيال ميديا اخبارها ايه بقى معاكم؟ يعني كل حد بيبقى متخصص في حاجه معينه، فانت مثلا بتقوم مثلا بدور مثلا تكتب مثلا ان هيتعمل مثلا يعني قاعده معينه علشان هتتكلم فيها عن جزء مثلا مش عارفه من كتاب ايه، يعني بتحاول ازاي تجيب الناس، اقصد الشباب يعني، في المكان اللي انتوا مثلا مختارين ان انتوا تعملوا فيه مثلا المحاضره دي. ده حصل فعلا بس ما كملش، بس ان شاء الله هيكمل مع سميه يعني. واحنا غدنا بس منه حصتين، ان انا كنت هجيب كتاب طبعا ولا دعوه بالادب ولا اي حاجه، بس هو اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهره. معروف جدا. تمام كده، ده بيحل علاقات اسريه كتير جدا طبعا اجتماعيه شويه، فالكتاب ده لو اتشرح هيحل مشاكل كتير. فانا كان نفسي ان انا اشرحه تمام كده وابسطه، ولو كل وبقى وفي الاخر طبعا اللي عنده حاجه مش فاهمها يقولها ويشرحها. بيبقى في مناقشه في اخر الكتاب. يعني الضجه الاعلاميه لو اتعملت في الحته دي، شوفي كام اسره اصلا مش هتتفكك بعد كده بسبب الكتاب ده، وشوفي مثلا كام واحده ان في عقد زوجيه، عقد في الجواز دلوقتي على فكره، ان كله خايف، ناس كتير جدا كده مش هيبقى في عقد لانه فاهم الطرف الثاني. مش عايز تتجوز عشان خايفه، متجوز عشان خايف، ايا كان الخوف من ايه بالظبط. ان طبعا الكتاب دوت احنا بكل واحد بيستشف الطرف الثاني. يعني انا دلوقتي لما بفكر في الجواز بفكر من ناحيه انا، الكتاب بيعكس بقى. فطبعا دي حاجه جميله جدا، الناس يعني هيبقى في اقبال على الجواز، والعلاقات الاجتماعيه هتتظبط وهتبقى كويسه جدا، والعلاقات الاسريه برضه هتتجمع تاني، ونرجع بقى زي زمان العلاقات الاسريه تتظبط شويه وتتجمع. ده جانب مهم يعني. دي حاجه طبعا مهمه جدا. طبعا في حاجات تانية كتير بس هي طبعا لسه في التفكير شويه. طيب احمد، بما انك يعني مركز قوي في موضوع الجري والدرجات، هل بيتعمل مثلا اتفاق مع الشرطه مثلا عشان تامن السباق؟ الاتفاق الشرطه هو كان فيه طبعا تامين يعني، ولا لا؟ لان كده كده انت بتختاري على طول الاماكن مقفوله زي ما قلتي. هو كان فيه يعني، لا هو اختار لو في ماراثون بيتنافس بره، انا يعني في ماراثون انا كنت هعمله بره فعلا، تم اختار الامن بس عشان خاطر كان في حادثه في الطريق وكانت الدنيا واقفه، فطبعا ما عرفتش انفذه بره فنفذته جوه، بس تم اختار هيئه الامن عندنا في النادي، لان لازم يكون عندهم خلفيه في اي حاجه بتحصل، بتقف على البوابات يعني، لازم قبل اي حاجه بيبقى اختار امني. تمام. طيب ازاي يعني، عايز السؤال ده ليكم انتوا الثلاثه، ممكن تعممي اكتر وتنشروا اكتر مبادره اتحرك في كل بقى المحافظات مش بس في القاهره وفي الجيزه؟ الله يحسن ان شاء الله. الخطه اللي جايه يا حبيبي، الخطه اللي جايه يعني انا باذن الله، هو احنا بدانا، بس انا عايزه اوضح نقطه، ان احنا بدانا في ناس كتير بدات تلتف حوالينا، في شباب كتير بدات تقول لنا لا احنا عايزين نبقى معاكم، في مؤسسه ما يعني بدات تتبنى بعض المواهب عندنا، يعني منهم محمد قرروا ان هم الصالون الثقافي اللي جاي هيكون برعايتهم، وان في موقع وفي جريده ورقيه هتتبنى المواهب الصحفيه والكتاب اللي عايزين يكتبوا شعر اي حاجه بتتم لهم. المرحله اللي جايه بقى، الخطه اللي ان شاء الله دي اتحددت، ان هيتم عمل صالون ثقافي كل شهر في محافظه مختلفه مع ناس جديده خالص. ان في ماراثون احمد، في ماراثونات كتير احمد بيعرفنا بيها في كذا محافظه احنا بنبدا نشارك فيها، يعني في حاجه في اسكندريه، في احتمال حاجه تبقى في اسوان، احتمال حاجه تبقى في دهب. احنا ما شاء الله يعني بدا في حماس، مش بدا يبقى في حماس، لا هو بالفعل بقى في حماس قوي جدا. تمام. وده بيشجعنا ان احنا ننتشر. احنا عندنا على الفيس وعلى الواتس لينا حاجات كده، وعلى اليوتيوب. تمام. وان شاء الله هيبقى لينا موقع قريب جدا، يعني بيتم تنفيذه او تصميمه، تعملوا موقع باسم مبادره اتحرك. بس في كمان بالنسبه للنقطه في موضوع يعني الرياضه وكده برضو، النهارده انا مثلا يعني انا محافظات كتير مثلا يعني عارفاني عشان ممكن بجري او كده او الكلام ده، فانا لو متواجد في اسكندريه مثلا يا جماعه هجري مثلا، هنزل هجري الساعه 7 مثلا او كده، فمثلا مبادره التحرك احنا موجودين، هنقول مثلا قبلها
يا جماعه احنا يوم الجمعه هننزل نجري في اليكس مثلا على الكورنيش الساعه 7 الصبح، فاذا الناس الرياضيه عارفيننا فبينزلوا. تمام. فنفس الموضوع في كل المحافظات النهارده، هتروحي اسوان، هتروحي اسماعيليه رانرز، وكل مكان من ده طبعا بيبقوا عاملين احتفال سنوي طبعا بيهم. في رولز معينه يا احمد بتحددوها للماراثون اللي هيتعمل في اي محافظه، او في عامه قواعد معينه معروفه في اي ماراثون بيتعمل سواء درجات او جري ولا لا؟ قواعد معينه يعني مثلا قبلها يعني او كده بيبقى معروف تاريخ او كده مثلا، او قواعد معينه علشان يعني بيبقى معاك فئات مختلفه، يعني ممكن مثلا زي ما انت قلت من 12 ل 16، ممكن سن اكبر من كده، ممكن ناس كبيره اكتر في السن، فقواعد معينه ان هم مثلا يلتزموا في الطريق اللي ماشيين فيه، هنتقابل عند نقطه كذا، هنقف عند هنا، هنريح شويه، الكلام معروف الروت اللي اقصد الموضوع ما يبقاش بطريقه مش عشوائي. معروف يعني مثلا احنا لو هنجري داخل الجزيره دي حاجه ماشي، ممكن نجري بره مثلا في الزمالك حوالين نادي الجزيره، ده الروت ده بيبقى 5 كيلو مثلا معروف. تمام. خلاص حوالين نادي الجزيره كده بنادي الاهلي بنلف خلاص، ده معروف 5. تمام. في واحد ممكن يجري في ساعه، واحد يجري في نص ساعه، واحد يجري في 5 دقائق، حسب كل، المهم ان كله بيوصل وبينتظر يعني الناس اللي جايه، كله عارف بعضه طبعا. يعني احنا لو بدانا 100 واحد هم ال 100 واحد عارفين بعض، لو هنبقى 1000 واحد ال 1000 عارفين بعض. تمام. تمام. ويسالوا الكابتن سميه وصلت؟ لا ده وصل مش عارف. يعني كنت في ماراثون طبعا انا وكابتن سميه، بقى هقول بقى الماراثون بقى في مواقف حصلت طبعا هي بما انها في المبادره طبعا بتتحرك ومسؤوله، فانا ما ينفعش انت لازم تجري، لازم تنزلي تجري وكده الماراثون ده، يعني تنزلي تشاركي يعني معانا. كانت المسافه دي كانت طبعا 6 كيلو كده، كانت 6 كيلو يا سميه 6 كيلو بس يعني مش لا ده بالنسبه لي رقم على فكره، عايزه اقول لك ان هو رجع جابني من الكيلو الثلاثه يعني من 3 كيلو يعني، انا كنت خلاص بقى قلت له خلاص يعمل مش... لا عاش يا كوتش يلا عاش يا كوتش يلا طلع بالروح. سنه خالص انت بتجري طبعا. اليوم ده كان موجود عدد يعني لما رحنا كان حوالي مثلا 1000 واحد بيجروا او كده، كان في ناس كتير موجوده، فطبعا بقى جاتوا الجري بقى. يعني ينفع انها تاكل او تشرب وهي بتجري؟ اكيد اكل لا ممكن شرب بس. ممكن تشربي يعني نقط ميه يعني كده بس علشان خاطر لو في اي الم مثلا في الجنب او كده، بس هو يعني المسافه يعني عاديه انت كده اللي بتحددي طبعا يعني بالنسبه له عاديه. بس انا عايزه اقول لك ان بجد اقسم بالله احمد ده شعله حماس. الله اكبر عليه طبعا عليك. ربنا يحميه. لا هو اللي بيخلينا نجري ونحب الجري يعني. تمام. اللي هو لا ده هو خلص المسافه ووصل ورجع يجيبني انا وزميلتي اللي هو وانا بطلع في الروح ومش قادره وهقع وهو يقول لي لا عاش بعض فيها. أيوة. يعني في اقبال اكتر من البنات ولا الولاد يعني في موضوع الجري والدرجات بشكل عام بيبقى في اقبال اكتر من الشباب الولاد ولا البنات؟ يعني في صدق احنا الماراثون اللي انا عملته لا كان فيه من كل الفئات يعني، عايزه اقول لك من الاطفال الكبار. انا عايز اقول لك في كابتن بتجري معانا اسمها كابتن زهره، دي عندها 70 سنه 32 كبيره يعني، بتجري ال 42 كيلو متخصصه يعني، فهي من بره مش مننا. كابتن هشام اللي اتصورنا معايا وفي كابتن هشام محمود ده طبعا ممكن حضرتك اكيد تكوني عارفاه، ده جري ماراثون الصين سور الصين طبعا العظيم، ده 42 كيلو جري في القطب الشمالي في الثلج وسافر المانيا بالعجله، يعني حاجه شعله نشاط وتشوفيه متواضع جدا. قابلناه قمه التواضع طبعا، هو سنه كبير طبعا بس انا بيضيف لكم حاجه بشكل عام يا سميه متهيألي كده جدا تواجدكم كلكم مع بعض وكمان وجود ناس كتيره ومختلفه وما نعرفش بعض، اكيد كل حد بيضيف للتاني طبعا. كمان هو ممكن بتكلم معاكي معظم الرياضيين او كده في كلمه على طول هتلاقيهم كلهم يعني متفقين عليها، ان السن مجرد رقم يعني. ايوه ده حقيقي احنا بالذات لازم نقول كده. عنده 60 سنه انا عندي 14 سنه لا لا بجد يعني والله ممكن ابقى واقف مع كابتن عنده 60 سنه او حد عنده 50 احس انه اكبر لانه بيسبقني وعنده 50 تمام على سني انا تمام. ايه ده انت عجزت كده؟ ممكن هو يسبقني فانا لما اروح عادي ويلف ويشجعني. صحه ولياقه بدنيه ولياقه واستمراريه كل ما البني ادم ياخد باله اكتر من صحته كل ما لما يكبر يبقى صحته زي صحته. الموضوع كمان في حاجه مهمه جدا يعني الملخص يعني في اتحرك دي في الرياضه. اوكي الموضوع زي ايه يعني؟ مثلا انا جيت
يلا يا كابتن سمية بقى احنا ان شاء الله يوم كذا في هنجري في مكان كذا مثلا مش عارف، فلازم نشارك يبقى متواجدين في كل الايفنتات او كل النشاطات الرياضيه اللي موجوده في مصر طبعا، في اي محافظه لازم هنروح وهنجري ويبقى مشاركين ومعروفين ان احنا اتحرك تمام كده. فخلاص هي جت جربت مره، انا مش هقول لها الثانيه تمام، لان هي الثانيه هي اللي هتسبقني هي اللي هتقوم. فدي النقطة الأهم في اتحرك، أنا كوجودي في الرياضة فيها أنا خلاص ممكن أقعد معاك كده الجمعة الجاية إن شاء الله إحنا هنجري وأكلمك وأفضل يعني عارفة أرخم عليكي لدرجة إن خلاص أنت لازم هتيجي بقى مش هتحرجي أو كده، لازم لا هاجي الجارية دي تمام. بتيجي تلاقي بتقابلي يعني أنا هجري معاكوا وهركب عجل معاكوا. أنا لسه كنت هقول لك على فكرة بتركبي عجل بجد، أتمنى إن أنت المرة اللي جاية لازم تكوني تشاركي معانا، أنا هبقى سعيدة جدا والشباب هتبقى سعيدة. أنا بشكركم جدا وللأسف يعني وقتنا خلص. آخر حاجة أقولها أوكي اتفضل. برضو الموضوع اللي بقوله، أنا كنت في ماراثون برضو في أسوان مع دكتور مجدي يعقوب تمام. تمام في صورة ممكن أبقى أبعتها لكم بقى، كان هو واقف جنبي في بداية الماراثون فكلم عن قيمة القلب إن ده لازم نحافظ عليه وكده وأهم جهاز يعني برضو في جسمنا وكده. فبرضه احنا في اتحرك ان شاء الله لازم هننشر الرساله برضه اللي هو الرساله دي ان رساله مهمه من ان احنا نجري ان شاء الله عشان نحافظ برضه على صحتنا و تمام. انا بشكركم جدا وبتمنى لكم التوفيق وان المبادره تتعرف اكتر واكتر ويبقى فيها كل حاجه انتوا بتتمنوها. بشكر سميه بديع مؤسس مبادره اتحرك، محمد انور عضو بالمبادره، واحمد حامد مسؤول النشاط الرياضي بالمبادره. شرفتونا، وصلت معاكم لنهايه